للساعة لا يحتاج إلى شهر رمضان فحسب، بل يحتاج إلى شهور طويلة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يرزقنا العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من العلامات الخطيرة التي ظهرت وانتشرت كثرة الزنا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تكلم عن دي كمان، ذكر أن انتشار الزنا من علامات الساعة. نعم، يا رب استر نساءنا وبناتنا، اللهم احفظ أولادنا وأصلح شبابنا وحصن فروجنا يا أرحم الراحمين. الزنا يا الله جريمة صعبة جدا وكبيرة، تخلع القلب، الشرف، عرض الإنسانية، العرض شرف الإنسانية المتوارث، العرض شرف الإنسانية المتوارث، انتهاك هذا العرض أمر فظيع. ماذا قال النبي ابتداء حتى لا ننسى، ماذا قال النبي ابتداء في أن الزنا علامة من علامات الساعة؟ روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، وفي رواية في صحيح مسلم ويفشو الزنا، وفي رواية في صحيح البخاري ويكثر الزنا. لقد كثر الزنا، والله لقد أعددت لحضراتكم دراسة وكنت أود أن أقرأ على حضراتكم الآن إحصائية وقفت عليها تبين حجم جريمة الزنا على وجه الأرض في أوروبا وفي أمريكا وفي بعض البلدان الإسلامية. والله ما منعني أن أقرأ على حضراتكم هذه الدراسة وهذه الإحصائية إلا أنني خشيت أن أصدع قلوبكم في هذه الليلة الكريمة المباركة، والله ما منعني إلا ذلك، وإلا فهي أمام عيني وبين يدي في أوراقي. وأظن أن كثيرا من إخواننا ممن يطالعون مواقع الشبكة العنكبوتية الإنترنت يعلمون جيدا خطر هذه الإحصائيات وحجمها. أمر بشع خطير، الزنا يا أخي، يا أخي لقد صور الزنا، صورت أفلام الزنا يا أخي، نقلت أفلام الزنا إلى كثير من بيوت المسلمين، وصار كثير من الناس يقيمون الليل لا مع الله جل وعلا ولا مع الصلاة ولا مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل مع هذه الأفلام الداعرة، مع الزنا، يقيم الليل مع الزنا. لا أنسى حجم الاتصالات الهائلة ولا حجم الأسئلة الرهيبة التي تأتي لتسأل كل ساعة عن هذا الوباء الذي خرب كثيرا من البيوت. انصرف كثير من الأزواج عن نسائهم بسبب أفلام الزنا التي صورت ونقلت إلى البيوت، بسبب هذه المجلات التي صورت الزنا في مواضعه أو أوضاعه المختلفة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله أمر يقلع القلب. الزنا جريمة بشعة، المرأة إن زنت، اللهم استر نساءنا وبناتنا وأخواتنا يا رب، إن زنت المرأة، إن كانت بنتا وضعت رأس والدها ورأس أمها ورأس إخوانها ورأس عائلتها في الوحل والطين والتراب.
فإن حملت البنت وخافت على ولدها وقتلت خافت على ولدها من الزنا وقتلت ارتكبت كبيرتين من أبشع الكبائر ألا وهما كبيرة الزنا وكبيرة القتل. وإن كانت المرأة متزوجة ووقعت في كبيرة الزنا وسترها الله جل وعلا وأخفت وأدخلت ولد الزنا على زوجها وعلى بيتها وعلى أهلها وأولادها أدخلت أجنبيا عنهم خلى بهم وهو أجنبي عنهم يرثهم وهو لا حق له في ذلك ووضعت رأس زوجها في الوحل والطين والتراب والرجل إن زنى انتهك حرمة إخوانه وأخواته كبيرة مرة يا أخي تستشعر أنت بالمرارة وأنت تتحدث عنها فقط. ولذا يقول ربنا تبارك وتعالى في آيات شديدة جدا الزانية والزاني فبدأ بالزانية لأنها تمهد الطريق محال أن يقبل رجل على امرأة ليصل معها إلى هذه الكبيرة البشعة إلا وقد مهدت المرأة له الطريق تمام التمهيد. اتق الله في زيك في لبسك في كلماتك في كيفية خروجك لا تخضعي بالقول. أيتها المسلمة احذري فالشيطان له خطوات الشيطان له خطوات والله جل وعلا قل ولا تتبع خطوات الشيطان. ربما لا تقع المرأة في الزنا من أول أمر ربما لا يزل الرجل في الزنا من أول فعل لا في خطوات. إن خطوت الخطوة الأولى إن لم يعصمك ربك زللت وإن خطوت الخطوة الأولى إن لم يعصمك ربك تبارك وتعالى هويتي. اللهم اعصمنا واحفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الله الرحمن الرحيم اللطيف هو الذي يقول ذلك جل وتعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية معروفة من قبلت هذا الفعل فقد وقعت في الزنا فهي زانية أو مشركة كيف أو مشركة استحلت الزنا وأنكرت حرمة الزنا فصارت مشركة باستحلالها لهذه الكبيرة. وكذلك الزاني الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك إلا زان وقع في كبيرة الزنا أو مشرك استحل كبيرة الزنا وحرم ذلك على المؤمنين. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم. يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم. من يزن في قوم بـ1000 درهم في قومه يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفاء أي الوفاء
كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. خلي بالك إن كثيرا من الناس تصور أنه يستطيع أن يفعل ما يريد وأن يفعل ما يشاء وأنه في مأمن من العقوبة. احذر احذر، من يزني في قوم بألفي درهم في قومه يزنى بربع الدرهم، إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. احذر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عفوا تعف نساؤكم. صلى الله على الصادق: عفوا تعف نساؤكم، وبروا أبناءكم تبركم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. دين لابد من القضاء في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. والزنا يقول فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبين عقوبة الزنا كما في حديث سمرة ابن جندب الطويل في صحيح البخاري، وفيه أن جبريل وميكائيل أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: انطلق 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 انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. التنور يعني فرن، أعلاه ضيق، أعلاه ضيق وأسفله واسع. أنت متصور معي المشهد؟ قال الصادق: فأتينا على مثل التنور. تنور يعني فرن، أعلاه ضيق وأسفله واسع. قال: وفيه رجال ونساء عراه، وفيه رجال ونساء عراه، وفيه نار تتوقد، إذا ارتفع لهبها ارتفعوا معها حتى كادوا يخرجوا من التنور، فإذا هبط لهبها هبطوا معه، أي إلى قاع وقعر هذا التنور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من هؤلاء يا جبريل؟ من هؤلاء؟ الحديث في صحيح البخاري. قال الصادق: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني، هؤلاء الزناة والزواني، وهذا عذابهم إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرت في الحلقة الماضية والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني. الثيب الزاني من زنى وهو محصن وقد رزقه الله الحلال الطيب، لكنه ترك الحلال الطيب وراح ليرتع في العفن والحرام، والتارك لدينه المفارق الجماعة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ذكرت هذا في الحلقة هذه أيضا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ينزع منه الإيمان هكذا كما قال ابن عباس وكما قال أبو هريرة رضي الله عنه، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والسؤال أيها الأفاضل، إذ لابد من طرحه الآن: هل لمن زنى توبة؟ والجواب في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب في هذه الساعة الكريمة المباركة الطيبة، وأسأل الله أن يجعلها ساعة إجابة وقبول، أن يستر نساءنا وبناتنا وأخواتنا، وأن يصلح شبابنا، وأن يهدي أولادنا، وأن ينجينا وأن يعصمنا من الزلل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
هل للقاتل توبة وهل للزاني توبة؟ هذا موضوع الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.